السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أيها الأحباب من هنا من رحاب مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآن احنا متواجدين في الجهات القبلية، جهة قبلة المسجد النبوي الشريف، ما شاء الله تبارك الرحمن، في ازدحام كبير. اليوم نحن يوم السبت، ما شاء الله في حركة كبيرة في ساحات المسجد النبوي الشريف القبلية، وهنا القبة الخضراء حيث موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أسفل هذه القبة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فنسلم من مكاننا هذا. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويا خير خلق الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ها هم أهل البقيع، من السنة زيارة أهل البقيع في المدينة المنورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أهل البقيع كل ليلة ويدعو ويستغفر لهم، فمن السنة ابتداء زيارة مسجدين ومقبرتين من ضمنها أو أي من ضمن المقابر مقبرة البقيع بالإضافة إلى مقبرة شهداء غزوة أحد. فنسلم على أهل البقيع أيضا من مكاننا هذا. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب نحن الآن متواجدين في الجهات القبلية عند تحديدا باب رقم 5، الباب الداخلي أقصد، هذا باب قباء. طبعا نحن نعرف أنه كل باب له تسمية، وبداية الترقيم ترقيم الأبواب الداخلية من باب السلام، باب رقم 1، هذا اللي المؤدي إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بجواره باب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، باب رقم 2 و3، عدة أبواب، وهناك منزل عاتكة عند باب رقم 3، 4 باب الهجرة، وعندنا باب رقم 5 هذا باب قباء، ثم عندنا 6 و7 تقريبا، هذه كلها أبواب الملك سعود، وبعدها الأبواب الأخرى حتى توصل إلى تقريبا باب رقم 40 اللي هو باب البقيع. هذه الترقيمات الأبواب. أما الأبواب الخارجية فالترقيم يبدأ من هذه النواحي تقريبا، من باب رقم 301 من هذه الجهات، 301 وأنت ماشي 300 إلى أن تصل إلى هذه الزاوية تقريبا عندنا 310، ثم يتغير اللون حيصير بلون ثاني، لون تقريبا برتقالي، أقصد اللوحات اللي موجودة، يعني شوفوا اللوحات اللي هنا الترقيم باللون الأخضر، ثم إذا جيت على هذه النواحي حيكون الترقيم باللون أتوقع البرتقالي إذا ما خانتني الذاكرة، الآن يبين معنا، أيوة باللون البرتقالي. شوفوا هناك 316 اللي هو يطلعك من طريق السلام، 316 تمشي إلى لما توصل إلى 326 تقريبا لعند السقيفة، مقابل السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ثم يتغير اللون إلى اللون الأحمر للجهات الشمالية عكس القبلة، اللون الأحمر، تمشي حتى توصل إلى 300 تقريبا إذا أيضا ما خانتني الذاكرة 338، بعدها يصير الجهات الشرقية حيكون باللون الأزرق، اللون الأزرق يستمر معك حتى يوصل إلى هذه الجهات عند 369، طبعا 369 هذه باللون الأخضر لأنه أنت الآن جيت على الجهات القبلية، لكن هناك عندنا تقريبا 365 آخر باب في الزاوية، بعدها يكمل إلى 369 حتى آخر باب، ثم ينتقل إلى رقم 301. هذه بالنسبة للترقيمات اللي هي الخارجية. يجي عندك أيضا عندك ترقيم لدورات المياه الله يكرمكم، يبدأ من 200، البداية أيضا من هناك، ترقيم دورات المياه حيبدأ من 200، حيمشي بهذا الشكل إلى حتى يوصل لهنا عندنا 307، طبعا يبدأ من 200 مثل ما ذكرنا، هناك 208، ثم يمشي كده بهذا الشكل، طبعا 208 9 تقريبا لأنه بابين هناك أو عندنا مدخلين
فيعني يكون تقريبا حدود 10، ايوه هنا اظن 10، يصير البدايه من هنا 11 ويمشي الى لما توصل حدود 220 الى الاخر، ثم 220 وانت ماشي الى 230 او 40 ما اذكر بالضبط، وهكذا. يعني هذا بالنسبه للترقيم، ترقيم دورات المياه. يجي موضوع ترقيم المواقف، مواقف المسجد النبوي الشريف، بداية المواقف من رقم واحد من عند باب مكة، مقابل باب مكة، هذا باب رقم واحد. وخذوها قاعدة، كل مدخل للمواقف حيكون عندك مدخلين، مدخل على اليسار ومدخل على اليمين، وفي عبارة عن دورين، دور ألف ودور باء. فأنت عندك أول واحد حياخدك إلى واحد تقريبا، المدخل الأول حيكون واحد باعتبار أنه هو يعني أول المواقف، حيكون واحد، اللي جنبه حيكون واحد واثنين، ثم عندنا هذا حيكون اثنين وثلاثة، وأيضا عندنا هذا حيكون ثلاثة وأربعة، يعني حيكون في تشارك نوعا ما في موضوع المواقف. بعدين ثلاثة وأربعة، وهناك أربعة أيضا حيكون عندنا، يعني في لها يعني طريقة معينة حتى تحفظوها. عموما من واحد إلى أربعة هذه المواقف القبلية، يعني أنت إذا جاي توقف في المواقف القبلية، إذا فندقك حيكون في الجهات القبلية من واحد إلى أربعة، باستثناء رقم اثنين هذا حيكون للمشتركين، فما عندك إلا واحد وثلاثة وأربعة، هذه كلها نقدية. طيب نجي للجهات الغربية، هذه الجهات الغربية حتبدأ المواقف من خمسة إلى سبعة، يعني عندك خمسة وستة وسبعة، هذه متاحة لك طبعا أيضا باستثناء ستة، الباقي الخمسة والسبعة متاح نقدي. تمام، يعني لو أنت الفندق اللي أخذه في الجهات الغربية فحيكون عندك حتى أربعة، ممكن يكون قريب عليك، خمسة ستة وسبعة، هذه بالنسبة للجهات الغربية. يجي عندنا طبعا سبعة، لو كان فندقك مثلا في الجهات الغربية الشمالية الغربية أيضا ممكن سبعة يمشي معك. نجي للجهات الشمالية، عندك من رقم ثمانية، ثمانية تسعة عشرة 11، أربع مواقف نفس الجهات القبلية، يعني إلى 11 معك في الجهات الشمالية. تمام، فأنت إذا فندقك أيضا في جهة مثلا خلينا نقول أنوار المدينة موفنبيك، إذا كان دار الإيمان انتركونتيننتل، إذا كان عندك أجنحة الطيبة ولا واجهة الطيبة، هذا كله قريب على مواقف ثمانية وتسعة. تمام، طيب لو جاء فندقك عند دار التقوى، عند مثلا أوبروي، المدينة أوبروي، دلة الطيبة، هذه الفنادق اللي هي في الجهات النصف الثاني، يعني في الجهات الشمالية الشرقية أقرب إلى الجهات الشرقية، فحيكون عندك مواقف رقم 10 و11 هذه قريبة لك. أما الجهات الشرقية فهي يعني أقل استعمالا، ما فيها إلا موقفين اللي هو 12 و13، لأنه الجهات الشرقية ما فيها حاليا يعني فنادق، جهتها ما في فنادق كثيرة، فلذلك أقل ازدحام. طيب نحن الآن حنحاول نطبق معكم، أنا الآن موقف في مواقف رقم أربعة، خلينا أشوف البطاقة تبعي حنوريكم. يعني أنا الآن مشترك في تطبيق موقف، أو مو مشترك، يعني أنا منزل تطبيق موقف، يعني بستطيع من خلاله أني أدفع النقد من غير ما أروح إلى مثلا الأجهزة اللي موجودة معنا هنا. فالآن الطريقة أمامكم، حتكون أمامكم الآن عندنا تطبيق موقف، حنضغط عليه عشان نسدد اللي علينا، نشوف كم علينا، حنضع إكس هنا، حتطلع لك هذه الصفحة، حتضغط في الأسفل على اليسار عندنا خانة المسح، نضغط عليها ثم نضع الورقة اللي أخذناها في الدخول، بعدها حيطلع لك المبلغ. تمام اللي عليه، شوف المبلغ اللي عليه، عليه 11.5، مبلغ كبير جامد. طيب حننزل، طبعا نحن ايش ضغطنا هنا، طريقة الدفع، حيطلع لك هذه الخانة، حتنزل لتحت عندك الرصيد، الرصيد عندي 47 ريال، حنضغط على ال 47 ريال ثم نضع دفع وخلاص كده. طيب نحن الآن طلعنا من المواقف، نسينا نذكركم انه إذا جيتوا على هذا المكان حتولي عندكم كذا هنا في الجهاز نفسه، حتى يولي عليكم لون أحمر، أو يعني شعاع باللون الأحمر، هذا الشعاع بس تضع فيه الورقة يصير بس يخرجك من الموقف. طيب الآن احنا وجهتنا إن شاء الله حتكون إلى خلينا نقول الجهات الشمالية، إذا أردت أنك تذهب من الجهات الشمالية بإمكانك أنك تذهب. الآن هنا الطريق اللي حيطلعنا، نحن الآن لسه إلى الآن في الجهات الجنوبية للمسجد النبوي الشريف، كذا نحن اقتربنا إلى الحرم أكثر، شارع الأمير عبد المحسن،
هذا حيطلعنا قريب او يعني حيطلعنا مباشره عند مسجد بلال. تمام. الان احنا اذا اخذنا يمين حيطلع امامنا مباشره مسجد بلال. الان حتشوفوا طلع معنا مسجد بلال امامنا. ليه؟ لانه احنا الان اقرب شيء الى الجهات الجنوبيه الشرقيه. خلاص الان مقبره البقيع خلفنا تماما. ما ادري اذا واضحه ولا لا. طيب نحن الآن رجعنا مرة ثانية ودخلنا في المواقف لأنه وجدنا الطريق زحمة. فكيف الآن أنا وجهتي إلى طريق سلطانة؟ كيف أوصل إلى طريق سلطانة من هذه الجهات؟ شوفوا نحن إلى الآن في الجهات الجنوبية. الآن هذا الموقف رقم 4. فكيف نحن حنوصل إلى المواقف الشمالية عشان نطلع من المدخل أو المخرج اللي هو الواقع في الجهات الشمالية، مخرج طريق النفق المناخة هناك المخرج الشمالي. فالطريقة سهلة جدا، نحن حنمشي مع المواقف. الآن حناخذ يمين إلى المواقف الغربية كذا. هذه المواقف الغربية اللي ذكرنا لكم أنه بدايتها من موقف رقم 5 إلى موقف رقم 7، بعدها حياخذنا الطريق إلى اليمين إلى المواقف الشمالية اللي نحن في الأصل يعني وجهتنا يعني حتكون اللي هو نفق المناخة. احنا حنضطر انه ناخذ يمين ثم لما نخلص المواقف كلها حنرجع الى اليسار. الان حيوضح لكم. شوف الان هذه موقف رقم 6. الان لو طلعنا من موقف 6 ولا من موقف رقم 7 حيطلع امامنا اللي هي الجهات خلينا نقول الغربية، التوسعة الغربية. شايفين هذا موقف رقم 7، هذا اقرب شيء الى الجهات الشمالية. الان حنصطدم بالطريق اللي أمامنا اللي هي المواقف الشمالية. إذا الآن وصلنا إلى الجهات الشمالية الغربية. تمام. حيكتب لك الآن المواقف الشمالية العلوية. العلوية يعني مواقف رقم ألف. تمام. 8 9 10 11 ألف. نحن وجهتنا لابد ننزل لتحت على المواقف اللي في الأسفل اللي هي مواقف رقم باء، لأنه نفق المناخة حيكون من الأسفل من باء. يعني الآن رحنا إلى اليسار ورجعنا يوتير ما حنجد نفق المناخة، لا حنجد الطريق حياخذنا مرة ثانية إلى المواقف الجنوبية، إلى الجهات الجنوبية وإلى الجهات الغربية. طبعا أول شيء للغرب ثم إلى الجنوب. طيب الآن حنمشي طوالي لما يجينا مكتوب المواقف السفلية. إلى المواقف السفلية فنحن حنتوجه إلى المواقف السفلية. تمام. نضع بس الشاحن إنه الجوال خلاص بيودع الملاعب. طيب خلونا نطلع، استعجل شوي ان شاء الله نطيل امد المقطع ان شاء الله، بس اهم شيء انه تكون الامور واضحه بالنسبه لكم. الان الى الامام ما في شيء الى الامام، لانه نحن خلاص الان الجهه الشماليه كذا خلصناها. نحن الان فوقنا دار اللي هو دار التقوى. نحن هنا لو مشينا من هنا ما حنحصل نفق المناخة، لابد انه ننزل الى المواقف السفلية. شايفين المواقف السفلية حننزل عليها، بعدها حتجيك لوحة مكتوب عليها نفق المناخة. هذه وجهتنا اللي نحن متجهين لها بإذن الله تعالى. في الأعلى حيطلعك حيرجعك مرة ثانية الى المواقف الغربية. تمام. شوف الآن اللوحة اللي ظهرت لنا نفق المناخة، الى نفق المناخة هنا في هذه الجهات. معليش الزجاج عندي كذا ماشي. إلى نفق المناخ خلاص. الآن نحن أصبحنا في المواقف السفلية الشمالية. تمام. وهذه المواقف السفلية الشمالية ممكن أنه يوصل الواحد لها مباشرة عن طريق مدخل طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو العنبرية، جهة العنبرية. لو دخلت من المدخل حق العنبرية حيدخلك مباشرة أيضا إلى المواقف السفلية اللي هي مواقف الشمال، يعني أقصد حيوصلك إلى الجهات الشمالية إلى المواقف السفلية. الآن لو مشينا طوالي إلى الأمام خلاص حنطلع من نفق المناخة، وكذا نحن تجاوزنا الحمد لله موضوع الزحام الشديد اللي في شارع قربان. وأنا مثل ما ذكرت لكم أنا وجهتي إلى الجهات اللي هي جهة السلام، شارع السلام. وجهتي أيضا إلى حدود الجامعة الإسلامية وجامعة الطيبة إلى السكن يعني تحديدا. طيب
شوف الآن احنا في بعد شوي كذا حيجينا مدخل على يدنا اليسار، نحن الآن في الشمال تمام، في أقصى الجهات الشمالية الغربية، يعني فوقنا الآن أنوار المدينة موفنبيك وغيره هذول الفنادق وسقيفة بني ساعدة على يسارنا الآن. شوف الآن إلى طريق أبو بكر الصديق إلى الأمام. لو طيب لو رحنا من هنا، لو رحنا من هنا حيوصلك إلى الجهات الغربية إلى المواقف الغربية، وأيضا حيوصلك إلى المواقف الجنوبية تمام. فبالتالي أظن الأمور وضحت. الآن هنا سقيفة بني ساعدة، عندي السيارة يبالها غسيل عشان كذا أنا بنوريكم كذا. وصلنا إلى طريق أبو بكر الصديق اللي هو معروف بطريق سلطانة، وخلفنا تماما هي سقيفة بني ساعدة والمعالم. طيب وبكذا نحن نكون يعني سوينا لكم كذا زي ما يقولوا تطبيق عملي في المواقف، ولنا يعني أيضا تغطيات كثيرة في المواقف فممكن تطلعوا عليها كلها. وكذا نحن الآن وصلنا إلى شارع سلطانة، بداية شارع سلطانة، وهنا في عندنا أحد المساجد النبوية اللي هو مسجد الراية، الآن حيوضح بإذن الله تعالى. بس نعدي من هذه الإشارة كأنهم رفعوا ال أيوة هذا هو، شايفين اللي عند السيارة هذا المسجد هو مسجد الراية، والجبل اللي عليه هو جبل الراية. يعني قلنا نعطيكم ننوركم فيه بما أنه نحن سلكنا هذا الطريق، طبعا من جبل الراية ومسجد الراية والارتباط بغزوة الخندق. وكذا نحن نكون انتهينا من تغطيتنا لهذا اليوم، نسأل الله أن نكون قد وفقنا فيها، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.